إذا إذا أنت عفو على التطبيق الأول هو ميرج كيوب، المجموعة الشمسية. كما كتلاحظوا الآن فإننا نشاهد المجموعة الشمسية، الشمس رفقة الكواكب التي تدور حولها. كما تلاحظون مجموعة من الكواكب، يكفي أن أضغط على أي كوكب أو على الشمس مثلا فيظهر لي هذا الكوكب لوحده. كما تلاحظون سوف أضغط على الأرض، ها هي دي الآن الأرض رفقة القمر والمنصة الدولية للفضاء. كما تلاحظون فالأرض تدور والقمر أيضا، ويمكن ويمكن أن أن أحرك أحرك المكعب وتدور أيضا الأرض في أي اتجاه أريده. القمر بجانب الأرض، يعني طريقة جميلة كيتفاعلوا مع التلاميذ والأطفال جيدا، وكتوضح تعلمات المتعلمين، يعني كيتعرفوا على القمر والأرض وعلى المجموعة الشمسية، كيف تدور الكواكب حول الأرض. أي كوكب كنضغط عليه كنشوف الخاصيات ديالو والتوابع ديالو، الأقمار اللي كتبع لهذا الكوكب. فالطريقة فهي جد بسيطة، كنحاول نصنع مكعب على هذا الشكل هذا، كنطبعوه من الانترنت. في الأول كيكون منشور، يكفي أن نكتب ميرج كيوب، ميرج كيوب في الانترنت .pdf، وكنحملوه أو كنديرو التحميل ديالو على شكل صورة. كما كتلاحظوا كيكون منشور، ثم حنا بالمقص واللصاق كنقطعوه، كنقوموا بالتجميع ديالو على شكل مكعب كما تشاهدون. نقدروا نلصقوه على شي علبة ولا نلصقوه غير بهذه الورقة فقط بعد التقطيع ديالو. ثم كنتيليشارجيو التطبيق من البلاي ستور ديال المجموعة الشمسية، يعني يكفي أن نكتب ميرج كيوب وكيطلعوا لي مجموعة من التطبيقات اللي كيخدموا على هاد ميرج كيوب. نكتب ميرج كيوب وكيطلعوا لي مجموعة من التطبيقات، من بينها هاد التطبيق هذا ديال AR ميديكال، فيه مجموعة من الصور كما كتلاحظوا. يمكن لي نقرب ليها ونبعد، الرئتين، القصبة الهوائية، مجموعة من أعضاء ديال جسم الإنسان، المخ. التطبيق الثاني وهو أنيمال كات 3D، غادي نشاهدوا بعض الخاصيات ديالو. الحصان الأرنب إذا بالنسبة للطريقة فهي سهلة جدا، نقوم بتحميل بعض الصور من جوجل، يكفي الكتابة الفيل أنيمال كات 3D ثم نحصل على هذه الصور. كما تلاحظون في الصور الآن مجموعة من الصور الخاصة ببعض الحيوانات، ثم نقوم بتحميل البرنامج من متجر التطبيقات بلاي ستور. نعم سوف أترك لكم الرابط أسفل الفيديو، رابط التطبيق، ويكفي أن نشغل التطبيق، نقوم بفتحه ثم نوجه كاميرا الهاتف إلى الصورة، ثم يظهر الحيوان الموجود في الصورة. كما تشاهدون الآن عندنا فيل الحوت
وعندنا حوت. يمكن ضبط لغة البرنامج عند مجموعة من اللغات الفرنسية والإنجليزية حتى يتمكن الأطفال من التعرف على الحيوانات بلغات مختلفة. الحوت، ثم عندنا مجموعة من الصور لباقي الحيوانات. هنا عندنا الجزر، صورة الجزر والعشب تستعمل للسلسلة الغذائية، يعني عندما نحضر صورة أخرى للأرنب فالأرنب يتناول هذا الجزر، النحل. كما تلاحظون هنا مثلا النحلة والزهرة، فالزهرة تتغذى على النحلة مباشرة، يعني بمجرد تسليط الهاتف شاشة كاميرا الهاتف على الصورتين كنلاحظوا أن النحلة تتوجه للزهرة فتتغذى عليها. الفيل. النسر. النسر. كما يمكننا أيضا استعمال هاتف آخر، نقدر نستعمل واحد الهاتف آخر، الحمار وكنكتبو أنيمال والحصان. كات خطري، وكنديرو إيماج جوجل، نعم كما تلاحظون، وكنبقاو نصورو بالهاتف الثاني، الهاتف الأول اللي عندي في التطبيق، كنبقى نصور الهاتف الثاني الثعبان. اللي فيه الصور كما كتلاحظوا، الحصان. كتبقى تمر الصور أمامي، يعني عندي هاتفين، هاتف فيه التطبيق وهاتف فيه الصور كما تلاحظون. الخنزير. الكلب. الحصان. الحمار الوحشي. الأسد. الأسد.